بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الكريم. أخواتي فاضلات أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بحول الله في هذا الفيديو فيديو توضيحي للأخوات الجديدات اللي راهم معنا في القناة والمهتمات بتدريس أبنائهم. نقول لكم أولا مرحبا بكم أخواتي المشتركات القادمات، القناة راهي قناتكم. قبل ما نبدأ فقط فيما يخص الدخول المدرسي، الأمهات اللي راهم مقلقين وأنا كامل مقلقين حقيقة، أنا كامل مقلقين متوترين، حابين على الأقل ما يقولون الخبر الرسمي. الخبر الرسمي أخواتي في الوزارة وما كانش، مازالوا ما حدوش، راهو بين النقابات واللجنة العلمية. إذا نروحوا لموضوعنا النهار اليوم أخواتي، حنتحدث على جميع السنوات. نبدأ أولا بالثانية والثالثة، ثانية وثالثة، ثانية وثالثة أخواتي الأسبوع المقبل بحول الله إذا تم تحديد موعد دخول مدرسي راح نعملكم مراجعة شاملة لكل ما تناولوه كأنه تحضير للموسم القادم. لكن نقول لكم أني دروس الفصل الأول، أمهات لي شوية مقلقين على دروس الفصل الأول ثانية وثالثة أخواتي، وين تروحوا؟ هذه صفحتي الرسمية، هنا هذه هي صفحة قناتي الرسمية، تروحوا قوائم تشغيل. وحدة تقول لي أنا ما نعرفش ندخل هذه الصفحة، عادي جدا. نفترضوا أنك راكي لهنا، راكي في واحد من فيديوهاتي، واش تعمل؟ تدخلي لهنا، تضغطي على رمز القناة، رمز القناة، ها رمز القناة، تلقي روحك في الصفحة الرسمية لقناتي. نجيو لهنا القوائم التشغيل اللي عندهم البورتابل، بلاي ليست، بلاي ليست، قوائم التشغيل بلاي ليست. هنا في قوائم التشغيل أخواتي واش راح توجدوا؟ راني جمعت لكم دروس الفصل الأول، عندنا سنة ثالثة، عندنا سنة أولى، عندنا سنة ثانية، وسنة ثانية اللي هنا راني عاملة حتى فيها الثانية وثالثة، عاملة فيهم فهم المنطوق، دروس الرياضيات، دروس، لكن باقي المواد عاملة مراجعة لكل مقطع. تما ما كنتش نعمل درس درس، لا، حتى ينتهي المقطع، لأنه تقريبا ليس كل المدارس بعد كل مقطع يعملوا تقويم. أنا نعمل مراجعة لكل مقطع، مع أنه يمكن جدا، هذا ليس أكيد أخواتي، يمكن جدا المواد الغير أساسية راح تحذف السنة، يمكن جدا إذا استمر الوباء تسمى راحين ربما يعملوا بنظام التفويج، وبالتالي يمكن أنه تحذف المواد الغير أساسية. أيضا لكل سنوات، كل سنوات راني عاملة الفصل الأول ثالثة ابتدائي، الفصل الأول تدخلوها وتشوفوا دروس الفصل الأول في الرياضيات واللغة كما ذكرت. الآن بالنسبة لسنة أولى ورابعة وخامسة، أولى ورابعة، رابعة أنا أنشر على 11 صباحا، والأولى أنشر بين الرابعة والخامسة مساء. ليه ما ننشر كل يوم أخواتي؟ لأنه الحقيقة مازال ما بانش الدخول المدرسي، هذا أول شيء. ثاني شيء راني نشوف على حسب المشاهدة، راكم تشوفوا أخواتي يعني نسبة المشاهدة مش عالية، وبالتالي لما نشوف نسبة المشاهدة مش عالية نقول وقيل الأمهات ما همش مستعدين أنهم يدرسوا أبنائهم الآن. وأنا القناة راهي فيها طرفين، أنا وانتوما، التفاعل يكون مني ومنكم. المهم سنة رابعة على 11 تقريبا ننشر يوم ويوم ما ننشرش، تقريبا راني ماشية تقريبا مش 100% لكن تقريبا. سنة أولى أيضا راح نمشي بهذه الطريقة، يوم ننشر يوم ما ننشرش، لكن بين الرابعة والخامسة مساء. الآن نجيو للجديد، الخامسة، السنة خامسة ابتدائي، سنة خامسة ابتدائي أخواتي أضع لكم رابط في صندوق الوصف، في صندوق الوصف هذا الرابط فيه قناة راح نديرها، نبدأ معها من الصفر، نبدأ مع أبنائي تلاميذ سنة خامسة من الصفر. والحقيقة أخواتي بتبدأ من الصفر في اليوتيوب صعب، صعب كثير، لكن قلت معليش نبدأ معهم من الصفر باه تبقى هذه القناة للأولى والرابعة وتكون منظمة، وقت سنة رابعة باين، وقت سنة أولى باين،
وثالثة وثانية راهم عندهم الفيديوهات القديمة، عندهم الفيديوهات القديمة. سنة خامسة قلت راح نبدأ معاكم من الصفر، تدخلوا للرابط، أكيد اللي حابة تستفاد من دروسي تدخل للرابط تشترك. أنا لما راني بديت ديجا ننشر، لكن لما نشوف عدد المشتركين وصلوا لشتا مثلنا 400 500 نبدأ ننشركم بشكل دائم. اللي حابة تدعمني أيضا حتى إن كان بنها ما عندهاش سنة خامسة، أعتذر أخواتي على هذا الصوت. المهم قلت أخواتي اللي حابة تدعمني في قناة سنة خامسة حتى وإن ما عندهاش بنها سنة خامسة، فقط به تطلع شوية القناة ويشوفوها سنة خامسة، تدخل للرابط الموجود أسفل الموجود في صندوق الوصف، تدخلوا نجاح تيفي وتعملوا اشتراك. هذا نكون هكا قد لخصت لكم كل ما هو في القناة. نتمنى انه هذا الفيديو يكون فيديو توضيحي ووضح لكم كل شيء وفهمتوا مواعيد النشر وكل شيء. دروس الفرنسية راني مستمرة فيها اخواتي، فقط راني متوقفة بسبب هذا الصوت، فاعذروني. نقول لكم نلتقي في فيديوهات أخرى في أمان الله.